Technoplanète. كوكب التقنية. تقدم سلسلة حول السطر الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي المتتبعين لقناة تكنوبلانيت كوكب التقنية، ومع الحلقة 79 من سلسلة الأسطر الإلكترونية و29 من سلسلة أسطر هيمز، ومع السطر 18 و19 و11 برايسنس بلوس، برايسنس أونهاند، برايسنس يوتو، برايسنس يوتو ميدي. كنا في الحلقة السابقة وصلنا إلى حدود التسجيل، وهو ما سنقوم به، تسجيل داخل الراديو طبعا، وهو ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. ثم نتحدث عن الوسائط، يعني أزرار الوسائط وماذا تعمل في الراديو. أزرار الوسائط هي الأزرار الخمسة الأمامية. إذن ندخل إلى F2 وننزل تحت. هذا تسجيل، تسجيل انتري مع R، انتر و R. ماذا بقي لنا؟ لا، بقي لنا التسجيل فقط. إذن إذا ضغطنا على انتري هنا، يا لطيف، بمجرد أن ضغط على التسجيل تكلم الراديو وبدأ يسجل، وبدأ يسجل. سأعيد الدخول من جديد. سأحاول أنقص الصوت، سأحاول أن أبحث عن إذاعة أخرى. بدء التسجيل بانتري مع R، بدء التسجيل بانتري مع R. إذا قمنا بانتري مع R مباشرة سيبدأ التسجيل، وسأحاول أني أرجعه إلى السماعات لكي لا يقوم بإزعاجكم، وسأخبركم بما يحدث. انتري مع R، الآن بدأ التسجيل، جاري التسجيل. هنا أعطاني التردد 89.7، سأمشي بإف 3. قال لي إيقاف مؤقت، وهل له من اختصار مسافة والثالثة والسادسة؟ لا، لم يعطيني. إف 3 قال لي إيقاف نهائي S، وسأضغط إف 3 قال لي إلغاء اللي هو C. سأضغط إف 3 إذن الآن التسجيل شغال. سأضغط مثلا أنا فوق التردد، الآن سأضغط مثلا A. الآن توقف مؤقتا، اذكروا معي هذه، واستمرار سأضغط G. استمرار هو G. الآن أعطاني مثلا إيقاف مؤقت. إذن إيقاف مؤقت A، حرف A اللي هي الأولى في أي مكان، وحرف G الأولى والثانية والرابعة والخامسة هي استمرار التسجيل، وإيقاف هي السين، وإلغاء هي السي. لو ضغطت مثلا سين
وهنا توقف التسجيل. أين سأجد هذا التسجيل؟ طبعا في فلاش ديسك الوسائط، مدير ملفات فلاش ديسك الوسائط الراديو، داخل الوسائط يوجد الراديو. بقي لنا أن نتحدث عن أزرار الوسائط الأمامية التي تتكون من مثلث أيمن ومثلث أيسر. بجنب المثلث الأيمن زر بيضاوي، وبجنب المثلث الزر البيضاوي زر مربع وسطه نقطة، وبجنبه زر دائري، ثم المثلث الأيسر. إذن دعونا نتحدث عن هذه ال. إذا أردنا أن نمسح المسح الآلي سنضغط على المثلثين الأيمن والأيسر، الأيمن للأمام والأيسر للخلف. اسمعوا، أنا أمسح مسح آلي الآن، يعني هو يبحث عن الأداة لوحده. حاولت أن أضع الأمر في السماعة لكي لا يكون هناك إزعاج كبير. أنا أضغط على الزر المثلث الآن، سأرجع. هذا المسح الآلي. أما إذا أردت الترددات المضبوطة سأضغط ضغطة مطولة على المثلثين، المثلث الأيمن للتالي والمثلث الأيسر للسابق. سأضغط على المثلث الأيمن مطولة، لا يتحول، لأن عندي إذاعة واحدة فقط. ها، سأضغط مطولا لمدة مثلا 3 ثوان فينتقل بي بين الترددات المضبوطة. المربع يسكت القناة، المربع الذي فيه نقطة سأضغط عليه، الآن سكتت القناة. ونشغلها بالبيضاوي، اشتغلت الآن، شغلناها بالبيضاوي. المربع ضغطة مطولة يحذف التردد المضبوط. إذا أردنا أن نحذف ذلك التردد الذي نحن واقفون عليه، نسكنه أولا، التردد المحفوظ نحذفه بالمربع الذي أسكتنا به ولكن مطولا. اسمعوا الآن، إذا ضغطنا على المربع ضغطة مطولة يحذف التردد. الدائرة ضغطة مطولة لنحفظ التردد الذي نريد، الدائرة ضغطة مطولة، هو أعطاني الآن الحفظ. وأعطانا الآن لنحفظ التردد دائرة مطولة كما قلنا، الدائرة ضغطة عادية لبدء التسجيل ولإيقافه مؤقتا. لنبدأه بالدائرة ضغطة عادية، لأنه لا ليس هناك شيء مشغل. سنخرج من هذا الآن سنصد، اشتغلت. إذن الدائرة قلنا ضغط عادية لبدء التسجيل، ها بدأ الآن التسجيل، وسنوقفه مؤقتا بها، أوقفناه مؤقتا. ولنتنقل بين إعداداته نتنقل بالمثلثين الأيمن والبيضاوي والأيسر والبيضاوي لنقوم بإدخال. الآن انتبهوا معي، الآن الراديو، ها استمرار إيقاف، سنضغط عليه بالبيضاوي. الآن أوقفناه وسنضغط على
المربع لمسكيت الصوت. إذن هذا كل ما يتعلق بأزرار الوسائط مع الراديو، حاولت أني أسجل بهدوء لكي لا تسمع ضجة وضوضاء في التسجيل، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الدرس. نعيد إعادة سريعة. إذن قلنا المثلث عادي مسح آلي، اليمين إلى الأمام واليسار إلى الخلف، واليمين المثلث الأيمن والأيسر ضغطة مطولة للتنقل بين الترددات المحفوظة، لإيقاف تشغيل الإذاعة نضغط على زر المربع الذي وسطه نقطة، ولتشغيلها نضغط على زر البيضاوي. لحفظ التردد، لا نوقفه أولا، لحفظ التردد طبعا للدائرة لبدء التسجيل، دائرة ضغطة عادية لبدء التسجيل، الدائرة ضغطة مطولة لحفظ التردد، الدائرة ضغطة مطولة لحفظ التردد. نمشي بالمثلث طبعا الأيمن، لم يمشي، نمشي بإف ثلاثة حتى إلغاء ونضغط البيضاوي، لم يدخل. إذن البيضاوي والمثلثين لا يعملان إلا في إعدادات التشغيل، عفوا التسجيل. إذن كما قلت لكم، لحذف التردد، لحفظ التردد ضغطة مطولة على الدائرة، المربع ضغطة مطولة يحذف لنا التردد المحفوظ، والدائرة ضغطة مطولة يحفظ التردد، والدائرة عادية يبدأ التسجيل. إذن هذا كل ما يتعلق بالراديو FM. وننتقل إلى الحلقة القادمة وفيها راديو الإنترنت إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.